واش الخوت، السلام عليكم. قبل ما نبدأ في ملخص ديالنا، هذا ملخص ديال فيلم مغربي اللي جا فيه صاحبنا دريس الرخ كيوري الشاره. المهم راكم عارفين نديروا لي الزيت لحقاش اي حدا دريس يبقى غوت وغادي يشوهنا. قصه ديال الفيلم ديالنا غادي تبدا مع الدري الصغير اللي غادي يكون واقف قدام واحد المحل وكيشوف واحد الرجال اصطناعيه. من بعد غادي يبان هاد خونا وعنده واحد الطوموبيل زوينه، غادي يكسيري مزيان وبين هاد خونا هذا عشاق ديال الطوموبيلات. البنت هادي سميتها عايده، غادي تعيط لها في التليفون واحد الوحده سميتها سميه، غادي تهضر لها على واحد البرنامج اللي باش غادي تنعس معاه. الدري الصغير اللي شفنا في الاول اللي كان واقف قدام الفيترينه غادي يشدو واحد خونا كيخدم معاه، قال له انت الشاف كيعطيك الفلوس كثر مني وعطيك احسن سيكتور في كازا، قال له انت امك معوقه وما عندهاش رجليها وانت داير بحال البنت. غادي يشدو البواطه ديال السيراج وغادي ينقصلو منها، قال له دابا يلا مي غادي يشوف الشاف ناقصه شنو غادي دير معاه. صاحبنا اللي بان عنده طوموبيله زوينه غادي يكون واقف قدام البحر كيشم الهواء، غادي يجي عنده هاد السيد هذا حمق وغادي يقول له عطيني كار. من بعد غادي يقول له الطوموبيل ديالك زوينه باينه كتبغي انت هي الطوموبيلات بزاف. فهاد اللحظه هاد البنت اللي سميتها عايده غادي تمشي عند داك البرنامالي، غادي يبقى يهضر معاه ويقول له شوفي هاد الشيء هذا اللي غيوقع اليوم غادي يبقى بيني وبينك وما خصنا مشاكل. من بعد غادي ينوض وغادي يحيد داك المونطو اللي كانت لابسه، ولكن ما غادي يدير لها والو، غادي يمشي يجلس وغادي يقول لها سميه باللي راه قالت لي انت هي كتقري في داك الشيء ديال الطب. قال لها انا قبل ما ندير هاد الشيء ديال السياسه كنت طبيب. من بعد غادي يشعل التلفازه وغادي يدير واحد الروبورتاج ديالو، هذا الروبورتاج هذا كان كيهضر فيه على داكشي ديال الاجهاض. من بعد غادي يسول على وجهه النظر ديالها في هادشي ديال الاجهاض، هي غادي تقول له ما عرفاش، غايقول لها كيفاش انت ما عرفاش وانت طبيبه. من بعد غادي تجي واحد المكالمه، غادي يقول لها غادي نمشي بحالتي دابا، غادي يجبد باش غادي يعطيها الفلوس وما غاديش يبغي تشد من عنده، غادي تقول له عطيها الشافه ديالي سميه. وهنا غادي يبان خونا هذا هو الشاف ديال داك الدراري، غادي يلقى واحد الدري صغير مشفر واحد الصباط وغادي يعطيه السلخه ديال العصا. من بعد غادي تجي النوبه ديال الدري الصغير اللي سميتو ايوب، غادي يعطيه الفلوس وغادي يكونوا ناقصين، غايقول له صافي هادشي اللي صورتي اليوم. قال له زعما راني مهلي فيك وعطيك احسن بلاصه في كازا. غادي يقلب له البواطه ديال السيراج ديالو غادي يلقاها ناقصه، غادي يغوت عليه ويقول له عندك سم كتشم. وهنا غادي يبان صاحبنا مول الطوموبيل غادي يكون كيتفرج في السباق ديال السيارات، وهذا كان الحلم ديالو من الصغر، ولكن نبوه ما خلاش وخلاه يخدم معاه في الشركه ديالهم. وهنا غادي تجي داك الباترونه اللي سميتها سميه غادي تجي عند عايده، غتقول لها داكشي اللي وقع بينك وبين البرنامج، داكشي خصو يبقى بيناتكم حتى شي حاجه ما تخرج، راه كيعرف الصحافه وشوف تيفي خصهم غافين يلصقوا، ديك الساعات راه غادي يشدنا البرنامج وغادي يورينا الشرف بجوج بينا. هنا غادي تبان عايده بحال اللي كانت خايفانه، سميه غادي تقول لها ما تخافيش داكشي كيكون غير في الاول، ملي غادي تطلق السونتر وغادي يولي كلشي كيتور، صافي غادي تولي ديك الساعات عندك القضيه سهله، غادي تعطيها واحد البراعه عامره بالفلوس وغادي تمشي بحالاتها، بالنسبه لدوك اللي كيصوتوا كياخذوا 4000، يلاه هو كيعطيها لعايده دابا. وهنا غادي يبان الشاف ديال الدري الصغار مركبهم في واحد الهوندا وغادي يوصلهم، داك الدري الصغير غادي يلقى مو كدابز، ايوب غادي يمشي كيسبق وغادي يهز واحد العصا باش غادي يمشي يحامي على مو، ولكن غادي يجي الشاف ديالو وغادي يفارقهم، ملي غادي تسالي الطايفه غيبان داك صاحبنا مول الهوندا، هز موين ايوب في ظهره، كانوا غاديين وكيغنيو باينه كانوا سكرانين بجبيهم، من بعد ملي غادي تنزل غادي تلقى واحد المسمار في الارض وغادي تهزو، غادي تهضر معاه وغادي تقول له شنو درتي في القضيه ديال الخدمه ديالي، غادي يقول له ما تخمش راني هضرت مع مول الشركه، وانت هي الاولى اللي غادي تخدمي، من بعد غادي تمشي بحالتها للدار غادي تلقى ولدها ايوب وغادي تبقى تهضر معاه، غادي تقول له كيفاش دوزتي النهار ديالك اليوم، ايوب غادي يقول لها النهار داز مكفس، الدراري ما كيتعاملوش معايا مزيان، وكيعيطوا لي غير البنت. مو غادي تشدو غادي تحس له شعرو باش هكا الدري غادي يبان حرش، لا غد ليه الدري غادي يمشي قدام داك الفيترينه وغادي يبقى يشوف داك الرجل الصناعيه، الدري كان كيخدم وكيتقاتل باش يشري هاد الرجل هادي ويديها للمول اللي ما عندهاش رجليها، فهاد اللحظه هادي داك الدري اللي كيحقرو حتى هو كان كيشوف فيه، من بعد غادي تبان هاد المراه هادي مرات جات، غادي تمشي عند واحد الفنان وغادي تلقى عنده واحد اللوحه زوينه، وغادي تعجبها وغادي تقول له بحالي، صاحبنا الفنان ما غاديش يبغي يبيع لها هاد اللوحه هادي، غادي يقول لها لا بغيتيها خصك تنعسي معايا. قال لها كيفاش غادي دريس الرخ اللي بوحدو غادي يوريكم الشرف في الفيلم حنا ما عليناش الله. قال لها هاد اللوحه هادي الا بغيتيها غادي تولي بحال مراتي ولكن ما غادي نتزوجو ما حتى شي لعبه غنبقاو عاديين وصافي. هنايا غادي تبان عايده في السبيطار مع صاحبتها، فواحد اللحظه غادي تدخل عليها واحد البنت غادي تهز مقاس وغادي تحطو في عنقها، غادي تقول لها عاونيني ولا غادي نكسر راسي. البنت غادي تقول لها راني حامله وبغيتك طيحي لي الدري، وفعلا داكشي اللي غادي دير عايده غادي طيح لها داك الدري. من بعد غادي يبان الدري الصغير صاحبنا ايوب مع صاحبنا جاد، وهاد جاد هذا مراته هي اللي مشات عند صاحبنا الفنان وبغات داك اللوحه. جاد غادي يقول له سيري لي الصباط ديالي، ولكن صاحبنا ايوب ملي غادي يشوف الصباط ما غاديش يبغيه، غادي يقول له الصباط ديالك اصاحبي غالي وما غاديش يحتاج لهادشي هذا. جاد غادي يقول له علاش ما بغيتيش تسيرج ليا الصباط، لحقاش داك السيرج اللي كيعطينا الشاف ديالنا راه فريا ومخلط بشي حاجه ماشي هي هادي. جاد غادي تعجبو هاد الحقيقه اللي قالو الدري الصغير وغادي يدور معاه. الدري الصغير كان واقف حتى غادي تحط واحد الرجل فوق الطبله، ملي غادي نشوفو غادي نلقاو الرجل ديال عايده، قالت له سيرج لي الصباط ديالي راني مجروبه. من بعد غادي تمشي عند سميه وغادي تقول لها ما بقيتش باغا نخدم معاه، قالت لها ما بقيتش باغا نمشي عندك برنا مالي. سميه قالت لها واش حماقيتي على المصلحه ديالي والمصلحه ديالك في هاد الشيء هذا، قالت لها اصلا انت ما كديري معاه والو، كتمشي عنده كتقيقس معاه وكيقتلك قبل الهضره وكيدور معاه، ياك غير كيهضر معاه وبلاتي ملي شدها وريها الشرف قولي لها راه غير كيهضر معاه. من بعد ملي غادي تفارقوا عايده غادي تكون غاديه وغادي تلقى صاحبنا موسى شاد ايوب كيقتلوا بالعصا، غادي تمشي تفارقهم في هاد اللحظه هادي موسى غادي يهرب لها بالصاك. من بعد غادي تشد ايوب غادي تحيدوا الفلوس وباطا ديال السيراج وغادي تقول له لا ما جبتي لي الصاك ديالي والله لا ديتيهم، عندك شي صاحبك موسى طاقي وقول له خليك من الحق راه صاحبي.
في اللحظه هذه ايوب غادي يتبع موسى باش يجيب الساك، ملي تبعو غادي يلقى واحد الشيبان يشد موسى وكيقتلو بالعصا. ايوب غادي يضربو، هكا ايوب غادي يكون اعتق موسى مات الشيباني هذا. غادي يوقفو بجوجهم وغادي يبقاو يهضروا. موسى غادي يقول له راني كنشوفك ديما كتوقف قدام واحد الفيترينه وباغي تشري داك الرجل الاصطناعي امك، الا بغيتي تشريها غتبعني وغادي نمشيو نشفروا واحد البيار ديال واحد السيد سميتو عمر. ملي غادي يمشيو للبيار غادي يجلسوا. ايوب في هذه اللحظه هذه ملي شاف عمر هو البيك قلش منه وقال له لا خويا ما نقدرش نشفر هذا البيار هذا. غادي يمشيو عند عايده غادي يجلسوا معاه وغادي يعطيوها الساك ديالها. من بعد غادي يبان صاحب نجات كان في واحد القصاره وهاد القصاره عامره بالتيتيز، ما غاديش يبغي يجلس وغادي يمشي بحال هكا. عايده غادي تمشي عند داك البرنامالي وغادي تكون جالسه معاه. عايده غادي تقاد زايد معاه وغادي تغن معاه على داك القضيه ديال الاجهاض، ولكن صاحبنا قال لك ما كانوش البنات كيتسكاو مع الدراري قبل الزواج كاع ما نطيحوا في هذا المشكل هذا. من بعد هي غادي تدور فيه وغادي تقول له انت من داك النوع اللي كيسحبوا الشرف كاين غا عند بنته. فهاد اللحظه هادي صاحبنا دريس غادي يكون شد واحد الكاس يدو غادي يحطوها الغدر غيبدا عاوتاني. اللقطه هادي طيرتني وخراتني بالضحك كي غاوتو بجوج بهم والله ما كيمرقوا بالرب. ملي غادي يسالي معاه غادي تخرج وغادي تمشي نيشان واحد القهوه، غادي تدخل الطواليت غادي تغسل وغادي تبقى تغوت. البراش غادي يمشيو عند الشاف ديالهم وغادي يعطيوه العاقه الصحيحه، وانا غادي يفرح وغادي يديهم للبحر وغادي يدير لهم واحد المسابقه، ولا غادي يربع غادي يدي 20 درهم. جاد غادي يجلس مع ايوب غادي يقول له علاش ما كتعومش مع صحابك في البحر. ايوب غادي يقول له الوالده ديالي ما كتخليليش نعوم لحقاش الوالد ديالي غرق. ايوب غادي يقول له علاش انت ديما كدوز بالطوموبيل ديالك وكدوز بارك. جاد غادي يقول له انا عزيز عليا السباق بغيت نحطم واحد الرقم ديال 3 دقائق. فهاد اللحظه هادي جاد غادي يقول لايوب يلا نضربوا واحد الدوار. من بعد ملي ضربوا دوار جاد غادي يوصل لايوب فين ساكن. ملي وصلوا البلاصه فين ساكن الناس بقاو حالين فمهم وعجبتهم الطوموبيل بزاف. فهاد اللحظه هادي الشاف ديال ايوب غادي يوقف بالهوندا، غادي يمشي عند جاد وغادي يقول له شكون اللي قال لك هز الدري ديالك بالطوموبيل ديالك ووصلوا حتى لهنايا. من بعد غادي يمشيو يجلسوا بجوج بهم وغادي يبقاو يشربوا. ملي قربت التران دوز غادي ينوضوا وغادي يديروا واحد التجربه، وصاحبنا جاد تا هو ناض دارها معاهم وعجبوا البلان. عايده غادي تمشي لواحد المكازا باش غادي تتقدى، وهنايا غادي يوقع واحد البلان شويه غريب. غادي تلقى البرنامالي كان هو ومراته، وكانت معاهم حتى بنتهم اللي جات عند الطبيب وحطات مقص في عنقها وقالت لها بغيتك تطيحي لي الود اللي راه عندي. وهنايا غادي تبان مرات جاد صاحبنا مول الطوموبيل غادي تمشي عند داك صاحبنا الرسام، متفقات معاه باش غادي تنعس معاه ويعطيها اللوحه، وجابت حتى الفاليزه ديالها باش غادي تجلس معاه لحقاش راجلها جاد غادي يطلقها. ملي غادي يطيح الليل جاد غادي يمشي عند ايوب الكاريون وغادي يهز داك الناس وغادي يديهم يتعشاو معاه. ملي غادي يدخل داك الريستورا غادي يلقى مراتو جالسه مع داك خونا الرسام وغادي يشدو وغادي يقتلو بالعصا. جاد من بعد غادي يركب في الطوموبيل ديالو غادي يدير الكرونو وغادي يبرق. ملي وصل داك الرقم اللي كان كيحلم به غادي ينزل من الطوموبيل وغادي يبقى يغوت، غادي يحيد حوايجو غادي يمشي يعوم في البحر. فهاد اللحظه هادي داك صاحبنا الحمق اللي جا عنده في الاول مول الكروسه غادي يلبس الحويجات ديالو وغادي يركب في الطوموبيل وغادي يعلق. ملي غادي يخرج غادي يجي عنده واحد خونا غادي يبغي يكريسي ربيع موين ايوب غادي يضحك عليها مول هوندا. غادي يخدمها لا في شركه لا والو، مو الشركه ما بغاش يخدمها معاه لحقاش عرجه. من بعد غادي تحل الارض وغادي تبقى تغوت، والعيالات ديال الكاريون غادي يركبوا مع صاحبنا مول الهوندا وغادي يمشيو. ملي كانوا غاديين غادي يبقاو يضحكوا عليها لحقاش كانوا باغيين فيها الخدمه. عايده غادي تمشي عند صاحبها باش غادي يوريها الشرف، ولكن ما غاديش يدير لها بحال دريس. من بعد ايوب غادي يمشي للبيار باش يسرق صاحبنا عمر. بهذاك الفلوس اللي كان باغي يشفر كان باغي يشري داك الرجل الاصطناعي لامه، ولكن صاحبنا عمر غادي يشدو. جادو ومراته غادي يرجعوا لبعضياتهم، وايوب غادي يشد داك الرجل الاصطناعي وغادي يشفرها. وهنا غادي يكون سالا الملخص ديالنا. الى عجبك الملخص بارطاجي معنا. شوفوا فيديو جاي. تهلاو، السلام عليكم.